والتعليم التذكاري هذه المسألة. حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعن الضالين. أقرأ. تقدم معنا الكلام على أركان الصلاة وشروطها، وعلى ذكر بعضهم من مكروهاتها. نعم. وبعض من سننها، مما يسن قبلها وفيها وبعدها. كذلك فالصلاة مبطلات إذا تلبس بها المصلي بطلت صلاته. نعم. نعم. فذكر منها جملة هناك، ذكر منها في السفينة 11 مبطلة. نعم. وأوصلها بعض الفقهاء إلى 70 مبطل. نعم. فمن تلك هذه، فمن المبطلات الكلام، فإن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. الكلام القليل عمدا يبطل الصلاة مطلقا، أما سهوا فلا يبطل القليل والكثير يبطل، أما عمدا عامدا عالما ذاك هذا يبطل الصلاة ولو بحرفين، أو ولو غير مفهومين، أو حرف ممدود، أو حرف غير ممدود لكنه مفهم تبطل به الصلاة. حرف ممدود مثال ب، أشبعتها الفتحة تولد الألف، ب أشبعتها الكسرة تولد الياء، أو أشبعتها الضمة تولد الباو، وقالت بو، ما له معنى، لكن حرفين تبطل الصلاة ولو غير مفهمين، أو حرف واحد لكن مفهم، كان قال جي من الوقاية، جي حرف مكسور لكن مفهم، جي الولد من النار أي انتبه لا يقع فيها، عي من الوعاية، عي الدرسة أي استوعبه، عي من الوعاية، لي حق من هذا الكتاب، هذا قال لي يعني حقي، لي من الملك أي ملكي، فهذا حرف مفهم، ولو حرف واحد مفهم تبطل به الصلاة. متى هذا؟ على العمد. أما مع السهو لا يبطل الكلام القليل، لكن بالكثير يبطل مطلقا. نعم. وناسيا وإن كثر لا يبطل. الكلام الكثير ناسيا لا يبطل. أما عامدا من باب أولى، إذا كان القليل عامدا يبطل، الكثير من باب أولى. القليل ناسي لا يبطل،
والكثير ناسي يبطل. نعم نعم. وما ضابط القليل وما ضابط الكثير؟ نعم. القليل الذي لا يضر مع النسيان هو أربع كلمات عرفية لا نحوية ولا لغوية. ألم. والكثير ما زاد على ذلك. وقيل ست كلمات مأخوذة من حديث ذي اليدين، عندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر وسلم من ركعتين، فتعجب الصحابة فسكت الصحابة، ثم أتى إلى عمود فجاء رجل من الصحابة يقال ذو اليدين، كانت له يدين طويلتين فسمي ذو اليدين، وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هذه أربع كلمات. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، لم تقصر الصلاة ولم أنسى، باعتبار اعتقادي. فسأل الصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ سأل الصحابة الباقين قالوا نعم، بعض ذلك قد كان، إن لم تقصر الصلاة فأنت قد نسيت. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. شاهد هنا أنه أخذ الأربع كلمات من كلام ذو اليدين، لأنه قال ذلك ساهيا يظن أن الصلاة قد انتهت، اعتقاده أنه خارج الصلاة أخذ ذلك، أخذوا من ذلك أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، أخذوا من ذلك أربع كلمات عرفية. أما بحيث النحوية أقصرت همزة كلمة، قصر كلمة، والتاء كلمة، كلمات هذه نحوية هذه، ها؟ لا نحن نقول كلمات عرفية. أقصرت كلمة واحدة، الصلاة يا رسول الله، الصلاة أم نسيت يا رسول الله. نعم. فهذه الكلمات الأربع. وعند القليوبي وباعشن ست كلمات عرفية كذلك مأخوذة من هذا الحديث على رواياته. نعم. أما إذن القليل ما يضر إن كان ناسيا. هو في الصلاة قال يا فلان افتح الباب، نسي انه في الصلاة، تذكر انه في الصلاة ما تبطل صلاته، لكن يسن له سجود السهو، لأنه من باب ما يبطل عمده ولا يبطل سهو. إذا كلم شخصا أو نادى شخص فأجابه ناسي أنه في صلاة لم تبطل صلاته لأنه كلام قليل. نعم. فإذن القليل لا يبطل إلا عمدا ولو حرف مفهم ولو حرف ممدود حتى. نعم. وأما الكثير قليله القليل سهو لا يضر، لكن الكثير يضر سهوه وعمله. نعم. كذلك لو تنحنح في الصلاة عمدا فظهر هذا ألف وحاء وميم، أو ظهر حرفان بطل الصلاة تنحن، أو ضحك في الصلاة فظهر حرفان تبطل الصلاة، أو بكى من الخشوع بكى هكذا فظهر صوت من البكاء وظهر حرفان بطل الصلاة، أو أن في ألم مرض تعبان
إذا كان عامدا بطل الصلاة، وإن كان ساهيا فهو كلام قليل لا يضر. نعم. أو نفخه صيح. نفخه. وظهر حرفه بطل الصلاة. هذا كله مع العمد والتذكر. أما إن غلبه ذلك فلا بطلان. فنحن ناسيا وفي الصلاة. أو غلبه البكاء أو الأنين من شدة الوجع، غلبه ذلك لا عامدا لم تبصل صلاته. نعم. أو تنحنح لعدم لتعذر القراءة الواجبة، بينطق بالفاتحة القراءة الواجبة بالفاتحة أو التشهد، بينطق ما قدر ينطق حتى تنحنح استطاع أن ينطق لا يضر، بخلاف للجهر ويستطيع أن ينطق بدون تنحنح، لكن ما بيستطيع أن يجهر. يقول لا، إذا تنحنح للجهر فظهر حرفان تبطل الصلاة. أما إذا تنحنح لأجل القراءة الواجبة من فاتحة أو تشهد أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تبطل صلاته، لأنه أتى بتنحنح ليستطيع أن ينطق بركن قولي واجب. نعم. فما الحكم إذا أنت مأموم وسمعت الإمام نقض بحرفين؟ ها؟ كان سمعت الإمام تنحنى، سمعت منه تنحنى وظهر حرفان، هل تخرج من خلال الصلاة أو لا؟ لك أن تنوي المفارقة وتخرج، لكن الأولى أن تحمله على الغلبة، وأنه يمكن كان ناسيا فغلبه تنحنى، فالأولى دوام الاقتداء وتحمله على حسن الظن. إلا إذا كان نقرينا تعرف أن هذا الإمام جاهل ودائما يعمل هكذا عمدا، أو تعرف قرينا تعرف أن هذا الإمام يفعل ذلك عمدا لأنه جاهل، هنا تنوي المفارقة من خلفه فورا إذا دلت قرينا على أنه غير معذور. أما إذا أمكن تحمله على حسن الظن فالأولى دوام الاقتداء، وأنه ربما غلبه التنحنح أو غلبه الأنين أو غلبه البكاء أو نحو ذلك. غلبه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد عهد ولا قريب عهد بالإسلام، فصلم وقيمت الصلاة قام وصلم، فعطس أحد قال يرحمك الله، ولا ينصرونهم يسكتونهم إلا تاكا ويسكت، ما بالكم يتكلم الصلاة. فلما سلم لم ينهره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له يا هذا إن هذه الصلاة أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصلاة تمسك وتخضع وتذلل لله سبحانه وتعالى، لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. نعم. أما الأذكار والأدعية لا تبطل الصلاة حتى ولو غير مشروعة. لو قال مثال في القيامة استغفر الله، قال في القيامة لا إله إلا الله، ما هو مشروع، لو جاب ذكر ما تبطل بالصلاة. نعم. فكل الأذكار لا تبطل بالصلاة، وكل الأدعى إلا إذا دعا بحرام تبطل صلاة، وإن كان غير مطلوب على مخالف خالف السنة. نعم. ما يشرع في القيامة استغفر الله ولا سبحان الله إلا إذا كان تنبيه على الإمام. إمام توقف في السورة بغى أحد يرد عليه، نسي الآية التي بعدها،
فيرد عليه ولا تبطل صلاته. نعم ولا تبطل صلاته. أو سهل الإمام قال سبحان الله بقصد الذكر أو قصد الذكر مع التنبيه ما تبطل الصلاة، ما يضر هذا، ذكر مطلوب هذا، قصرت أن لا يقصد التنبيه فقط، فإن قصد التنبيه فقط بطل الصلاة على المعتمد. على ذلك نعم لا تبطل الصلاة بالأذكار. كذلك المبلغ إذا كان يبلغ قال يعني الله أكبر الله أكبر يبلغ عن الإمام كذلك يقصد الذكر لا التنبيه فقط أو الذكر مع التنبيه ما يضر. نعم لا يضر في الصلاة حتى التلفظ بالقربة ما يضر أيضا لله علي أن أتصدق بدينار في الصلاة ما يضر هذا. ليه؟ لأنها قربة من صدقة أو نذر أو نحو ذلك من القرب ما تبطل الصلاة وإن تلفظها إلا إذا كان فيها خطاب كان يقول نذرت لك بكذا هنا خطاب هذا لأن الخطاب في الصلاة يبطل الصلاة فلهذا لو كان دعاء في خطاب يبطل الصلاة لو قال بالصلاة يرحمك الله بطلت الصلاة لأنه في خطاب بخلاف لو قال رحم الله من عطس اللهم ارحم من عطس فلا تبطل الصلاة ليه؟ لأن ما في خطاب أما إذا كان الدعاء فيه خطاب بطل الصلاة إلا خطاب لله أو خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حاضر لو السلام عليك أيها النبي حاضر إذا هذا شرع خطابه في الصلاة وخارج الصلاة لأنه دائما حاضر صلى الله عليه وسلم نعم ولو كان غائب ما بيشرع السلام عليه في الصلاة السلام عليك فينه في الوخاص في المدينة فقط لا حاضر عندما تسلم عليه وتصلي عليه هو حاضر ألا يرد عليك السلام عندما تسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن التلفظ بالقرب لا يبطل به الصلاة ما يبطل به الصلاة نذرت لزيد بدينار في الصلاة ما تبطل الصلاة إذا خطر في باله أنه ينذر لزيد بدينار يبادر بالقربة ليه حتى ما يأتي بعد الصلاة الشيطان يقول لك خلاص لا حتى دنا لا حتى أعطي شيء فلهذا قلنا في الحمام تكره الكلام يكره تكره وأنت في الحمام صح تتغسل وتتغني في الحمام مكروه هذا مكروه الكلام في الحمام إلا إذا كان في قربة لو خطر في باله صدق أعطوا فلان كيس رز أعطوا فلان دينار كذا ما يكره ذلك خطر خاطر قربة لا أما في غير هذا مكروه تكلم غيرك أو تكلم نفسك مثل المجنون في الحمام بعض الناس مثل المجنون في الحمام يكلم نفسه وبعضه يغني للشيطان في الحمام ما يأتيه ما يأتيه له الرغبة في الغناء إلا في الحمام حتى يسمع أخوته الشياطين صوته في الحمام لأنه مقر ومكان الذي يتعهده الجن هو الشيطان هو المكان قضاء الحاجة والعياذ بالله نعم أما الأفعال فتبطل الصلاة بالعمل الكثير لا بالقليل وما هو الكثير ثلاث خطوات متواليات ثلاث حركات متواليات تبطل بها الصلاة فيبطل الصلاة العمل الكثير الفعل الكثير حركات ثلاث متواليات أو خطوات متواليات تبطل الصلاة أو ضربات متواليات تبطل بها الصلاة
لهذا يتنبه المرأة إذا تقولنا التصفيق للنساء لو قالت كذا ثلاث مرات بطلت صلاتها من غير ثلاث حركات متواليات. فثلاث ضربات متواليات، ثلاث خطوات متواليات، ثلاث حركات متواليات، أو وثبة فاحشة قفزة أو ضربة مفرطة حظ ضرب وتحرك وهي التي يتحرك لا جميع الجسم، هذه تبطل بها الصلاة. أما وثبة أي الطمرة أو القفزة أو الضربة الضربة حيث تحرك جميع الجسم تبطل الصلاة. أما إذا كان حركة أو حركتين لا يضر، هذه حركة أو ثلاث حركات لكن غير متواليات لا يضر، أو كانت الحركة بعضو خفيف، حركة خفيفة فشفة والأذن واللسان وجفن وذكر والبنان تحريكهن في الصلاة وإن كثر بغير عذر لا يضر. البنان هذا لا بنان ولا أصبع إلا إذا كان بقصد اللعب، ولو حركة واحدة تبطل الصلاة قال كذا أو قال كذا بقصد اللعب حركة واحدة تبطل الصلاة، هذا كله في غير اللعب في غير قصد اللعب، أما حركة واحدة بقصد اللعب تبطل الصلاة على طول. فشفة أي كفاحة والأذن، بعض يقدر يحرك أذنه صح، بعض الناس يستطيع يحرك أذنه واللسان وذكر والجفن، هذا الجفن هذا والبناء، هذه ستة أعضاء خفيفة بغير قصد اللعب تحريم وإن توالى وكثر بغير عذر في الصلاة لا يضر. الصلاة ما يضر لأنها أعضاء خفيفة، أما بقصد اللعب حتى قال لها كذا حركة واحدة تبطل الصلاة بقصد اللعب. أو حامل سبحة كذا أو بصلاة التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يضر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو في سبحة كذا هذه أعضاء خفيفة ما يضر. فإذا أصابته حكة أراد يحك أو لا يحك في الصلاة، لو كان بيحك يثبت يده هكذا ثم يحك هكذا، لكن لو قال كذا على قال دواي بطل الصلاة، حركة اليد هذا بخلاف ثبت يده هكذا هكذا ما يضر، أو هكذا حكة به أو شيء لكن ثبت يده هكذا حركة الإصبع وإن كثرت ما يضر. هذا كله بغير قصد اللعب، أما قصد اللعب تبطله لو بحركة واحدة. كذلك يتنبه بعض الناس يصلي إمام ومأموم بعد يجي واحد مأموم آخر فإيش يعمل المأموم الآخر هذا؟ يحرم عن يسار الإمام ثم يتأخر ثم يتأخر عن الإمام في صف واحد ويسدون الفرجة، ما هو يسحب هذا وعادوا ما حرم، هذا مخالف للسنة، يسحبه وبعدين يحرم الله أكبر. أو ذا شاف واحد جاء لا هو يرجع من نفسه كذا على طول حتى يحرم أول، إذا حرم رجع، والسنة أن يحرم عن اليسار ثم يتأخران أو يتقدم الإمام، والأولى أن الإمام يثبت في محله ويتأخران هما إلى صف ويسدون الفرق حتى يكون صف واحد، هو ومن جاء آخرا يكونان صفا واحدا، هكذا السنة. هنا يتنبه يبقى يرجعان حتى يكون صف واحد، لا بثلاث حركات متواليات أو ثلاث خطوات متواليات تبطل الصلاة. فهم
اختلف العلماء كم قدر التوالي هذا. بعضهم قال بقدر ركعتين خفيفتين، إذا فصل بين هذا وهذا كانت حركة أخرى منفصلة. والذي عليه الأكثر أنه بقدر الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كما هناك تكبيرات العيد تكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية صح؟ الله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة، الله أكبر. هنا فصلت بين البيض، قال لو لأن لو لم تقم تواليا الله أكبر، لو قال من غير الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل الصلاة. هذا عند الجمهور. ليه؟ عند الشيخ بن حجر وإن كانت حركات مندوبة، وإن كانت حركات مندوبة إذا كان متوالية بطلت الصلاة. عند الشيخ الرملي لا، الحركة المطلوبة ما تبطل الصلاة. فعلى هذا إذا تحرك عند الصلاة أصلي فالظهر أربع مأموما لا يتعلم الله أكبر تبطل صلاة عند الشيخ بن حجر، لأنه يعد هذه حركة وهذه حركة، وحركة الرأس الغير مطلوبة حركة، هذه إيش دخل الرأس؟ الله أكبر أنت تسمي تنظر تطرق رأسك عند الإحرام لا إله الله أكبر، إيش دخل الرأس؟ الله أكبر كما يفعل بعض العوام تبطل الصلاة. عند الإمام الرملي ما تبطل الصلاة. ليه؟ لأن هذه رفع اليدين حركة مطلوبة فلا تحسب من الثلاث فعلا. لكن كثير من العوام عندما يدعو في الدعاء يحرك، عندما يخنوا مجتهد في الدعاء كذا تبطل صلاته، يحرك يده أو آخر الصلاة قبل السلام آخر التشهد السلام عليكم السلام، من أدري منين جابها العوام هذه الحركة بعد التشهد كل بيسلم يحرس السلام السلام وصار كل يقلد الثاني تبطل صلاتك وعدك ما سلم السلام عليكم. أنا أذهب حركات التوالي تبطل الصلاة. وقيل قدر سبحان الله. نعم على كل حال اختلفوا كم القدر الذي يفصل بين الحركة والحركة. نعم طيب هذا حركات أو خطوات متوالية تبطل بها الصلاة. يتنبه هذا الذي يتقدم أو يرجع إلى الصف حتى لا يعمل ثلاث حركات متواليات فإن ذلك تبطل الصلاة. كذلك الذي يتولى بعض الأئمة الجهلة عندما يكون إمام فصلي يعبث بالغترة حقه كذا ويعمل كذا كذا تبطل صلاته، وقدام الناس يفعل ذلك، يشتغل بعمامات ويشتغل بجبوت ويشتغل بكشامات هكذا ولا وزي هماش يضفها ويطرحها بالجهة ثلاث حركات بتبطل صلاتك. وبعض الجهلة والصلاة يتحرك الجوال فيخرج من جيبه ثم ينظر فيه ويرجع ثاني مرة، فلما نصحه أحد قال ما هو مناسب تفعل هذا في الصلاة، قال لا هذه حركات غير متواليات جاهل، يعني تنظر للجوال إذا كان رقم مهم بترد عليه في الصلاة ولا كيف؟ إيش مقصودك لما تنظر في الرقم تطلع الجوال من جيبه حسب حركة هزازة كذا شو بعدين يعني لو كان رقم مهم بترده بترد عليه جهل بس. ولما نصحه هذه ما هو مناسب هذا وعادك طالب علم عادك مصيبة، قال له حركات غير متوالية في جواب الفقه عنده ما استحى على نفسه أن هذا فعله مشين حتى ولو غير متوالية، أما إذا كان حركات متواليات باطلة صلاتك خلاص
شال الجوال وبعدين قلبه وحرقه ورجعه. هذا رقاد متواليه بطلت صلاتك؟ هذا ما لها كلام فيه. هذا حتى ولو بغير متواليات، ايش مقصودك حمل الجوال وانت تصلي؟ تشوف الرقم اللي متصل من؟ علامة ان قلبك ما هو في الصلاة، قلبك خارج الصلاة، ما لك نصيب في الصلاة. والصلاة بلا خشوع إلى العقوبة أسرع كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك من مبطلات الصلاة الأكل. عندنا أكل وعندنا أكل. الأكل هذا الفعل، هذا أكل، والأكل اسم للمأكول. فالذي يبطل الصلاة الأكل، الأكل هذا الذي يبطل الصلاة. أي المعنى أكل؟ أي المأكول. أما الأكل نفسه ما يبطل. نعم، والشرب كذلك، الأكل والشرب يبطل الصلاة سواء قليلا أو كثيرا. نعم، عمدا. نعم، أما القليل قدر حبة السمسم من أكل أو شرب. أبي يتصور هذا كم يوم قدر حبة السمسم أو الحبة السوداء، قدر الحبة السوداء ناسيا، أو خرج الماء بأثار الوضوء قدر حبة، كان ناسيا لم تبطل صلاته. وبيتصور إنسان يحمل الكأس ويشرب في أثناء، لا في أثناء الصلاة ما يتصور هذا، لكن بيتصور بهذا. ولا بيتصور جاء بصحن ويأكل في الصلاة، إلا بيتصور حبة أرز باقية بين الأسنان فتلعها تبطل صلاته عمدا أو سهوا. وقول مع إذا كان قليلا لا يضر، إذا كان قدر حبة السمسم وكان سهوا حبة السمسم أو الحب السوداء صغير جدا ما بيتصور، إلا إذا كان بين الأسنان هذا لا يضر. والكثير يضر مطلقا، أي ما زاد على حبة السمسم أو الحب السوداء يضر مطلقا. نعم، الأكل بمعنى المأكول هذا الذي يضر. نعم، نعم. فوز الصلاة تكبيرة الإحرام تحرم ما كان حلالا قبلها من طعام من شراب من كلام من كل ذلك. نعم، هذا كذلك نفسه إذا كان يعمل كذا أخذ ثلاث متواليات تبطل صلاته. هلا كما يقول هكذا، يقول هكذا، يقول هكذا، يقول برجل كذا تبطل صلاته ثلاث متواليات، إلا إذا كان رعشة اضطرارية هذه فيها تفصيل. بعض الناس يعمل رعشة هكذا، هذا من غير اختيار هكذا. إذا كان دائما هذه ما يضر، أما إذا كان لا في بعض الأوقات نقول لابد يتحرى الوقت اللي ما فيها رعشة وإلا تبطل صلاته. لكن الآن بس هيتنا مش دائما حركة فجأة كذا أتحرك ثلاث حركات نقول بس ما دام لك وقت يخلو عن هذا اختار الوقت الذي ليس فيه حركة. كصاحب الجرب، عرفت الجرب؟ يعني حبوب صغيرة كذا دائما كذا دائما كذا دائما دائما يحك كذا. طيب إذا كان طول الوقت هكذا ما في وقت قال دائما ما يضر، لو كان في وقت قال لبس الحين يعني كان قبل قليل ماشي
في وقت يخلو عن الحكة قال نعم، إذا واجب عليك تتحرى ذلك الوقت الذي يخلو عن الحكة وتصلي فيه بلا حكة. لا، إذا كان الوقت كله مش لا يخلو عن حكة معذور. فإن كان هناك وقت يسع الصلاة بلا لا يحتاج إلى حكة فيه، فيجب عليه أن يتوقف ويتحرى ذلك، لا أن يتحرى ذلك الوقت. فهمت؟ فهمت؟ سؤال؟ غلبة الضحك إذا ظهر حرفان بطلت الصلاة. أما إذا غلبته وظهر حرفان من غير ألا من غير عمل لا تبطل صلاته إذا كان حرفا. في الكلام هذا، في الحرف، أما في الحركة تبطل الصلاة. حركة مع الحركة. بل عند أبي حنيفة قهة المصلي أي ضحك بصوت تبطل الوضوء، تنقض الوضوء عند أبو حنيفة. هذا تقدم معنا أنه عند الشافعية يسن له أن يذهب يتوضأ، ما هو يجدد الصلاة من أول، لا يذهب ويتوضأ ثم يرجع للصلاة عند أبي حنيفة. لا ليه؟ لأن عند أبي حنيفة قهة المصلي تبطل الصلاة. هل التبسم ما يضر إلا إذا كان قصد اللعب، هذا مسألة ثانية، ويصد التبسم وكذا ما يضر. لا الصلاة ما يضر، ما يضر. نعم. هذا هو، إذا تحرك جميع الجسم بطلت الصلاة. هذا معنى قولنا والوثبة الفاحش أي القفزة، هذه القفزة الوثبة الفاحش أو الضربة المفرطة ليتحرك منها جميع البدن. إذا فزع من شيء هكذا إذا تحرك جميع البدن بطل الصلاة، وإذا ما تحرك ما يضر. شلون قال هذا؟ ما يضر. ولا ما تحرك جميع البدن، إذا تحرك أو حد ضرب هكذا تحرك جميع البدن. وبعض العوام يقول يتحرك حد حركه في الصلاة يقول له صلاتي في رقبتك، ما يضر بطل صلاتك. نعم حرام عليه هذا الذي بطل صلاتك، يأثم على. ومن الكبائر، لكن أنت الواجب عليك تحرم من جديد بالصلاة. ما يكفي قول فلان تحرم صلاة فلان، كما شفنا بعضهم في عندما يريد أن يركع في الروضة ولا شيء عسكري يحركه كذا، يحركه يقول كذا، حركه كذا، هذا يقول كذا، هذا ويصلي بطل الصلاة. كون الذي يريد أن الذي يحركك هذا عمدا يأثم، نعم، لكن تبطل صلاتك. يقول أنا ما أريد إلا هو حركناه، هو نعم يأثم، لكن أنت تبطل صلاتك فتحرم من جديد. نعم. كذلك من بطلات الصلاة انكشاف العورة، وهو يصلي هذا سقط الصارون حقه انكشف سرعة رفعه بطل الصلاة. وإن ستره حالا، وإن ستره حالا، أو كان مثال يعني يصلي في قميص بلا كاوس مثال، فلما ركع صار ترى عورته من هنا من الجيب حق القميص، تبطل الصلاة. وإن سترى حالا، وإن سترى حالا، إذا كان بيصلي في قميص بلا يعصب هنا أو يقفل له أو يقفل له الجيب، فإنه إن بان عند الركوع أو بطل الصلاة. فأنا بحيث لو حد نظر بيشوف العورة، لأن هذه رؤية من أعلى، والعورة يجب سترها من الجوانب ومن الأعلى لا من الأسفل. نعم. ها؟
كذلك لو انشعق الصارون أو انقطع في أثناء الصلاة فبانت العورة، قم ألا بطلت صلاتك، إلا إذا كان ما معه شيء آخر، ما معه صارون ثاني يسترها بيده، يستر القطع فورا، إن سترها فورا لم تبطل صلاته. إذا كان أما إذا كان معه صارون ثاني يقول قم هات لك صارون ثاني وبدله، إذا كان ما معه سترها بيده. ثم عند السجود اختلف العلماء، منهم من قال يراعي السجود ومنهم من قال يراعي العورة، منهم من قال يراعي السجود لأن هذا من أعضاء السجود، منهم قال لا يراعي العورة لأن ما أحد من العلماء يقول بجواز كشف العورة في الصلاة، لكن في من العلماء من يقول أنه ما يجب وضع اليد في بعض الأقوال، صح؟ وهو قول الإمام الرافعي. أما إذا كان عنده صارون ثاني أو ثوب ثاني يبدله ويخرج من الصلاة. فلم. نعم. طيب إذا كان سقطت الصارون لأنه ما مكنه، لأنه أنت مقصر، أنت كيف ما تمكن الحزامة؟ أما إذا جاءت ريح هواء وأنت تصلي جاءت ريح كشفت العورة حقك فأنت سترت حالا، إن سترت حالا فورا لم تبطل صلاتك. ليه؟ أما هذا الريح هذا. أما إذا سقطت في تقصير منك وإن سترتها حالا تبطل صلاتك، بخلاف الريح. الريح وإن سترتها حالا، إن سترتها حالا لم تبطل صلاتك. حلو. التقصير هذا ما هو بتقصير منك هذا. ألا جاءت ها؟ أو بفعل أحد كذلك تبطل الصلاة. واختلف في غير المميز وحيوان مختلف، جاء الطفل قابل الحزامة خرج رجل الحزامة حقك يضر ذلك. وإن ستره حالا، وإن ستره حالا، هذا الموضوع. وإن ستره حالا بخلاف الريح، جاء كشفتها الريح سترت حالا. أن هذا نادر، والنادر لا حكم له. وغير المميز بعضهم قال كذلك يضر كالحيوان والطفل الصغير، خرج جر الصارون والإزار حتى انكشفت العورة، وإن سترته حالا تبطل الصلاة بخلاف الريح، إن سترته حالا لم تبطل الصلاة. ألو. وقيل لا، إن كان غير مميز أو غير مكلف ما يضر كحيوان أو صبي غير مميز. ها؟ ها؟ الإزار المثقوب كما قلنا إذا كان من حينما صلى فالصلاة باطلة، ما هو صلى بإزار اشتاف عورته ثم في الركعة الثانية شافها بدأ، ما يكفي هذا. أنت لما صليت والعورة مكشوفة من عقدت صلاتك أصلا، فلن صلى بثوب متنجس، من عقدت صلاتك اصلا صلى بثوب مكشوف العوره مثقوبه ونحو ذلك، وبعدين بعد ذلك ستر العوره. ها؟ كبعض النساء مثلا شعرنا يقول انتبه شعر، وتقول كذا تستره وتمشي في الصلاه، صلاتها لم تنعقد اصلا، نقول احرمي من جديد. لا، المساله اذا ثقب في الصلاه. مثلا اما الثوب المثقوب يعني تصلى الركعه الاولى ما راى هذا الثقب فراى في الركعه الثانيه، صلاتك لم تنعقد اصلا، احرم بصلاه جديده واستر الثقب هذا. لا، المساله ما هي هذا، مساله انت في الصلاه غير الثوب غير مثقوب ثم ثقب في الصلاه او انفك في الصلاه، هذا هو. ان عندك ثوب ثاني خلاص قم وانكشفت عورتك، وإلا استر بذلك بيدك. تستر مبعضك بيدك. هذا إن لم يكن عندك ثوب آخر. فهمت؟ ما إذا رأى إمام جاء من فارق عن حلفه؟
يعني مفارقه من خلفه. راى الامام عندما ركع ظهر له خلفه هنا كما بعض الناس الان الذين يلبسون السراويل ويصلون بالله بما يكره الصلاه فيه يصلون بهذا ما هنا. فاذا ركع بان هنا ولا تلمس المفارقه من خلفه فورا. واجب تنبيهه، ما بعض الناس ما ينبه احد يسكت ساكت. عرفت؟ ينبه احد ما ينبه. واحد يصلي عورته تبان عندما يركع، يصلي ولا ينبهه، كانه ما فيه ما في اسلام ولا في ايمان. ما زين، اتركه. حتى لو حد جاء يقول له قل له لا اتركه. واجب عليك تنبهه. وإن كانت العورة تبان في صلاة واجب عليك تنبهه، استر عورتك. ما سيبي ما سيبي، بعدين بتدخل الجهنم بتقول لك ما سيبي بعدين. هكذا كثير من الناس الباء ما سيبي، يشوف المنكر ولا ينكره، يشوف الغلط ويسكت. الساكت على الغلط شيطان أخرس. شوف الغلط قدامك وتسكت، اسمك شيطان أخرس. إذا ما تستطيع أن تنكر هذا المنكر أو الغلط تكلم عن من يستطيع أن يزيل ذلك المنكر وذلك الغلط. لكن ابتلينا في هذا الزمن بكثير الناس خصوصا الطلبة يستر بعضهم على بعض ويظنون هذا أنه من الدين. لا، هذا مخالف للدين، وهم يقولون احنا نطلب الدين، نطلب العلم والدين. انتم تعملون ما هو مخالف للعلم وما هو مخالف للدين وشريعه سيد الانبياء والمرسلين. وكل واحد يسكت على الثاني. ليه؟ لان هذا عنده غلط. اذا تكلم هذا بيفضح هذا، واذا تكلم هذا بيفضح، فكل يسكت على الثاني. فكلهم قاعدين على النجاسات، وهم يظنون انهم يطلبون العلم للطهاره، طلب العلم للطهاره. وهو ساكت على النجاسة وماكث على النجاسة. فين طلب العلم هذا؟ ها؟ طلب النوم هذا، ما طلب علم هذا. ها؟ طلب البلاء. إذا ما عرفتوا العلم أنتم. العلم طهارة ما هو نجاسة. ما هو نجاسة. وأنت في النجاسة وبتطلب الطهارة، ما يتأتى هذا. تسكت على المنكر؟ منكر. قال انا ما سيبي، انا ما فعلت، لكن ساكت عليه انت. علمته وسكت عليه. انت شريك فيه. اديت اللي عليك خلاص. انا نصحت ما سيبي، ما قبل النصيحه مني. اكلم من يستطيع ان يزيل ذلك المنكر. هذا الطريق. لكن ما عرفنا حتى الصدق من الكذب. ما عرفنا الحق من الباطل، ما عرفنا الطريق الخير من طريق الشر. إذا ما عندنا فرقان، طلب العلم يورث في القلب فرقان، إذا ما عندنا نور العلم. نعم. كذلك من بطلات الصلاة إذا أحدث في أثناء الصلاة، أحدث خارج منه شيء حدث. والسنة أن يمسك على أنفه هكذا هكذا، يخنه خرج منه دم أو شيء، حتى لا يسيء الناس الظن به هكذا، وإن ماشي دم هكذا يمسك أنفه ويخرج. حتى لا يسيء الناس الظن به. بعض الناس يحدث في الصلاه يستحي ما يخرج من الصلاه. حرام التلبس بعباده فاسده. فالحدث ولو بلا قصد حتى سبقك العاده تبطل الصلاه. وانا ما هو عمدا خرج من الحدث تبطل الصلاه، ذاك عمدا ولا غير عمد. كذلك اذا وقعت فيك النجاسه، اما اذا صليت وانت في النجاسه ثم تبين في اثناء الصلاه صلاتك لم تنعقد اصلا. لا، في أثناء الصلاة جاءت نجاسة فيك، جاءت حمامة وطرحتها فوقك وسخت في أثناء الصلاة، وقعت النجاسة غير معفو عنها، إذ ألقيت حالا لم تبطل الصلاة، فإن لم تلقى حالا بطلت الصلاة. أعلم كان مثالا، جاءت النجاسة وأنت تصلي جاءت النجاسة، جاء في حمامة، ألقيت حالا هكذا من غير حمل. أما إذا وجدت النجاسة أنا حملتها بالذاكرة.
بطل صلاتك لأنك لقيت مع حمل. أما إذا في الحال خليت هذا أو خليت الكوفية في الحال من غير حمل لم تبطل صلاتك حالا لقيتها، وإلا فإن كان بحمل أو لم تلقى حالا تبطل الصلاة. نعم فهمت. نعم شعر يا في مثال في الكمية حقه على الكمية يحتاج ياه بيفك هذا على تبطل صلاته، يقوم يخرج من الصلاة ويغسلها الليل هذا الكمية ما بيتأتها يخلع الجبة لا يخلع الكمية، هذا يحتاج وقت ما بتقدر تلقيه حالا هذا صح؟ هذا إذا كان هذا رداء بسرعة هكذا بتلقيه هكذا، وإذا كان عادك بتفك الزرار هذا بقى وقت هذا هذا تبطل صلاته ويروح يطهر نفسه ويرجع بالصلاة. ها فجاءت النجاسة فيه وما شعر بها ثم تبين له يعيد الصلاة مرة ثانية إن كان الوقت باقيا وإن خرج الوقت يقضيها يكون قضاء. أنا صليت كم أيام أنا أصلي في الصارون هذا وفي نجاسة وين تبين النجاسة هذا يقول أنا نسيت الصلوات اللي صليتها في الصارون هذا كلها أقضها. هذا حكم الإمام ولا مأموم ولا منفرد هذا حكم واحد صلاة الإمام صحيح إذا جاءت نجاسة في الإمام هذا أو أحرم بالنجاسة إذا طرأت نجاسة على الإمام ولم يكن يلقاها حالا يستخلف الإمام أحد من خلفه كأنه أحدث الآن فهمت. وإن ما خرج الإمام ينوي المفارقة من خلفه. طيب إذا كانت النجاسة فيه من قبل الصلاة الإمام إن كانت النجاسة بعد ما سلم العفو منكم أنا صليت صارون حقي في بول العفو صلاته باطلة كصلاة المأموم صحيحة إلا من تحمل عنه الفاتحة أو بعضها يقوم يسيب ركعة أو يعيد الصلاة من أولها إذا تحمل عنك المأموم لأن الإمام لا يتحمل إذا كان طاهرا. أما إذا كانت النجاسة حين الدخول ظاهرة فيه ظاهرة نجاسة في الكميجة حقه ظاهرة وانت صليت خلفه فما تصح صلاة قم أعدها. أما إذا كانت خفية كان في الكاوسنة في الداخل أو خفية داخل أو في الصارون نجاسة حكمية هذا المأموم صلاته صحيحة والإمام عليه يعيد. أما إذا كان ظاهرة صلاة المأموم كذلك باطلة فهم؟ بعض. قميص وشعر. ما قلنا إذا علم أن عورته مكشوفة بعد الصلاة عند الصلاة هو مكشوفة ثم علم أنا عورتي مكشوفة كما المرأة تبين أنها شعرها اشتاف ثم بعد الصلاة شافتنا قم يعيد الصلاة من أولها أعيد الصلاة وإن كان في أثناءها أخرج لأن الصلاة لم تنعقد وحرم من جديد بصلاة جديدة كيف تقول؟ يعني في ثقب كذا ما حد يشوف ولا هو كذا قدام كذا هلا المأموم يشوف المثوب هذا صح ما تبطل الصلاة إلا الإمام المأموم ما تبطل صلاة المأموم صلاته صحيحة حتى كما لو كان محدثا صلى بهم بلا وضوء صلى بهم هو جنابة بعد ما هذا قال العفو أنا صليتكم علي جنابة وأقوم بتغسل وأقوم بتوضأ صلاة باطلة لكن صلاة المأموم خلفه صحيحة إلا لمن تحمل عنه شيء من الفاتحة كلنا وبعضا هذا الذي عليه أن يتركع فإن طال الفصل أتى بالصلاة من أولها تمام؟
في المحدث. ها؟ ايوه ما يجب اخبار المؤمن، لا كان صلى في صارون في نجاسة وتذكر بعد الصلاة انه في صارون نجس، ما يجب عليه اخبار الا ان عرف ان واحد كان مسبوق تحمل عنه الفاتحة يخبره حتى يروح يعيد الصلاة ثاني مرة، لانه تحمل عنه الفاتحة وهو ليس اهلا للتحمل، فهمت؟ بحيث يرى البشرة مجلس الطواف هل يرى أو لا، خذ صغير ما يضر هذا، حيث يرى البشرة هذا يضر، إذا كان ستر العورة تقدم معنا وهو ما يصف لون البشرة. هذا معنا في شروط الصلاة صح؟ الساتر ما يصف لون البشرة هذا يضر، وما لا يصف لا يضر. يتنبه هذا بعض الصواريخ مثقبة، بعض الكاوس أو الجرامات مثقبة، يتنبه لذلك. نعم ده. كذلك من بطلات الصلاة أن تزيد ركوع أو سجود أو ركعة عمدا تبطل صلاتك، أما سهوا قمت إلى ركعة خامسة نسيت أو خامسة هذه تسجيل للسهو، زيد الركوع. هلا هلا. نعم كذلك لو اعتقدت أن ركن من أركان الصلاة نفلا ليس فرض، اعتقدت أن الفاتحة وإن جئت أنها سنة، اعتقدت أن التشهد سنة لكنك جبته، لكن معتقد أن هذا الركن هو سنة سواء أتيت به أو لم تأتي به، طب صلاتك باطلة إذ من شو طلع اعتقادك فرض مفروض الصلاة سنة، بخلاف اعتقدت سنة فرض أنت ما تدري أنها، تعتقد أن التشهد الأول واجب ولا سنة، أنت اعتقادك أنه واجب، اعتقادك أن السورة واجب هي اللي سنة، ما يضر لو اعتقدت السنة واجب ما يضر، بخلاف لو اعتقدت أن الواجب سنة يضر هذا. أعلم أعلم. نعم وبعضهم فصل بين العامي ولا والعالم، من العامي الذي يشتغل بعلم مثلا هذا ما يضر في حقه لو اعتقده سنة فرضا، فإذا كان بخلاف العالم وهو من اشتغل بالعلم زمنا يمكن أن يميز بين الفرض والسنة، هذا يقال عالم في هذا الباب فقط. هذا بعض مفصل بين العامل فقال في العالم يضر إذا اعتقد السنة فرض، وفي العامي لا يضر إذا اعتقد السنة فرض، أما إذا اعتقد أن في الصلاة فروض وسنن ولم يميز ما يضر. بعضهم قال كذلك إن كان عالما وجب عليه التمييز بأن اشتغل بعلم زمنا يمكنه تمييز الفرض عن السنة، أو عاميا بأن لم يشتغل بعلم أصلا أو اشتغل بعلم زمن لا يمكنه التمييز بين الفرض والسنة، لا يضر في ذلك، وفي هذه المسألة خلاف. تمام هات اجمع. ايوه قام الى الركعه الاخيره الخامسه ثم لما كنت في القيام تذكر ان هذه خامسه. ايوه اي وجب عليه ان يجلس فورا ثم يسجد للسهو ان كان اماما ان كان اماما او منفردا ويسجد للسهو اخر الصلاه. قام الى الركعه الخامسه ثم تذكر في الركعه الخامسه انها خامسه صح، وجب عليه ان يجلس فورا، فإن استمر بطل الصلاة. ماذا تذكر في الركوع؟ تذكر في الركوع يخر على طول من الركوع إلى الجلوس. تذكر في الاعتدال يخر من الاعتدال إلى الجلوس ثم يسجد للسهو، لأن الفعل لا يبطل عمده ولا يبطل سهوه. تمام؟ يأتي معنا الكلام على سجود السهو. يعني الإمام قام الركعة الخامسة
ايوه يعني هذا الماموم عاد عليه ركعه صح، والامام قام الى الركعه الخامسه قال هو تمام خلاص بصلي الباقي عليه ركعه صح، هل تحسب ام لا؟ اذا علمت انها خامسه قام الى خامسه ما تحسب لك، خلاص بل ولا تصح القدوه اذا علمت الامام قام الى خامسه قلت الحمد لله ادركت الركعه وصلي الله ما تصح القدوه خلفه، ألا فلا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن قام إلى زيادة إن علم أنها زائدة، أما إذا ما قدر أنها زائدة تصح القدوة وتحسب لك، فهمت؟ إذا ما كنت تعرف أنها زائدة تصح القدوة وتحسب لك، أما إذا علمت أنها زائدة القدوة باطلة ولا تحسب لك الركعة لأنها ما تحسب للإمام فكيف تحسب لك؟ ماذا هذا؟ إن علمت أنها زائدة تمام؟ ها؟ ايش؟ إذا قام الإمام إلى الخامسة والمأموم متأكد أنها أربع يخير المأموم. المسبوق هذا عاد عليه ركعة والإمام قام إلى الخامسة. مخير المأموم، إما أن ينوي المفارقة ويقوم يصلي ركعة لوحده. وإما أن ينتظر في التشهد وإذا سلم قام يا بالخامسة يا بالرابعة. فهمت؟ ولا يتابع الخامسة ما دام متيقن أنها خامسة تمام؟ لا يتابعه بالزيادة. والفاتحة والقبول والصلاة على النبي والفرج من الله أجمعين والظاهر والباطن عافية سلام فقنا بالسلام إلى حضرة النبي محمد الفاتحة. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.